رحبت الحكومة اليمنية بإعلان المملكة ودولة الإمارات العربية المتحدة تقديم دعم إضافي لسد فجوة الاحتياج الإنساني في اليمن ب500 مليون دولار. وأشار رئيس الوزراء اليمني معين عبد الملك سعيد في تصريح نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية إلى أهمية هذه المبادرة التي سيستفيد منها أكثر من 12 مليون نسمة في عموم محافظات البلاد من الفئات الأكثر تضررا والأطفال الذين يعانون من سوء التغذية والأطفال دون سن الخامسة وأطفال المدارس والنساء وكبار السن والمرضى. وقال إن المبادرة تعد امتدادا للدعم المتواصل من الأشقاء في مجلس التعاون الخارجي للشعب اليمني في المجالات كافة، مثمنا وقوف المملكة والإمارات الدائم إلى جانب الحكومة والشعب لإعادة الاستقرار ومشروعات التنمية وإعادة الإعمار في اليمن. في الداخل اليمني لقي